مجد بيها مسرور مثل ما دائما تمجد ببطل الحفره صدام، هسه تقول لي انا مجد صدام، لا وين داك؟ كان صرتوا احسن من صدام، كان صرتوا اوادم يترحمون على صدام. اعطيهم ضحكه صدام. كان صدام ما كان حرامي، هذول حراميه وصدام مو حرامي. لو باقين على صدام اشرف. يعني واحد من تقول له انت وجه اعلامي وشخصيه عامه، ايش عجب تسهر ويا شله تعبانه او تريد تحرجه يعني؟ يقول لك يعني انا دا اقول لكم اشرب بابا تشبيكم. ومن ينذكر قدامه طار زوجته ام عياله يقول واحد تزوج وحده دايحه ما صايره. فشي اكيد يشرف بصدام وعدي ورغد باعتبار هذا سير على هال. بس باقي العراقيين وبالاخص اهلنا المكون الكردي المظلوم اللي انت قاعد بنصهم وتاكل من خيراتهم ما يشرفون بهيك قاتل طاغيه، لان المجازر اللي سواها بحقهم ما اعتقد اكو شريف ينساها ويتجاهلها. داك النظام يكشر عن انيابه من خلال الاجهزه الامنيه القمعيه تجاه ابناء شعبنا من الكرد الفيلي. اعطيهم ضحكه صدام. تعرض الكرد الفيليون في العراق لحملة تهجير واسعة من مناطقه طالت أكثر من مليون شخص نحو الأراضي الإيرانية، وإن نحو 15 ألف شاب منهم اختفوا منذ ذلك الحين. اعطيهم ضحكة صدام. وبأمر مباشر من الرئيس العراقي السابق صدام حسين قصفت حلبجة. أدى الهجوم إلى مقتل حوالي 5000 شخص في اليوم ذاته، غالبيتهم من النساء والأطفال، ناجمة عن استخدام السلاح الكيماوي. وقد أظهرت جثث الأهالي بملابسهم الكردية في الطرقات، وقد لقوا حتفهم دون أن تظهر عليهم أي آثار خارجية أو جروح. اعطيهم ضحكة صدام. متونس قحطان متونس على جرائم صدام. انطين طي ضحكة صدام. اعطيهم ضحكة صدام. ورغم كل هاي المآسي والمذابح والتهجير اللي يندالها جبين الإنسانية بحق أهلنا الكرد، يجي مسرور البرزاني يقطع من رواتب المعلمين حتى يصرف على واحد يمجد بصدام وعائلة صدام وأركان نظامه ويلمع بصورته ويترحم على أيامه فترة حكم صدام حسين. أنعى الأبوك لا بحتى صدام. سأل مسرور افتهمنا عندكم خلاف ويا القوة السياسية العراقية، بس مو على حساب جراحة وضحايا أبناء شعبكم، وإذا كنتم ما تحترمون مشاعرهم احترموا ضحايا أبرياءكم من أبناء عشيرتكم وأخوانكم البرزانيين اللي سفك صدام دمهم وغيبهم ومل المقابر بيهم. داك قصة إعدام 2225 من البرزانيين على أيدي رجال الأمن عام 1983. هذول بهم أطفال وبهم نساء وبهم شيوخ ما محدد هو، بس هم عوائل. 2225 جمعوهم. لو باقين على صدام أشرف بعد ما زعف صدام واعتقد أن البرزانيين مصطفين مع الإيرانيين بالحرب. اعطيهم ضحكة صدام. صدام ما كان حرامي، دولة حرامية وصدام مو حرامي. لو باقين على صدام أشرف. هو هذا قحطان اللي شرف ببقاء صدام واللي جايبه مسرور البرزاني ويقص من جلود الشعب الكردي وينطيه حتى يمدح ويمجد باللي دفن ولدهم احياء. اعطيهم ضحكة صدام. دون طول ضحكة صدام خليه يستفز مشاعر ملايين العراقيين الموجودين اليوم بالمنفى بسبب سياسته ورعونته وحروبه العبثية. انطوا ضحكة صدام حتى تشوفها الأمهات اللي ليها سي دوراً بين الحفر وبين عظام الضحايا عن ولدهم واللي غيبهم حبيب قحطان صدام.